ومام على غفلة على غفلة على غفلة شنو بغيتي تقول؟ على غفلة على غفلة على المغاربة حارة سيبو على العالم ديروا لي الرياق ديروا لي الرياق سيبو قرب بلاد اش على غفلة على غفلة شنو واقع؟ اخويا حنا جينا باش الشعب المغربي وكنموتوا على المغاربة وتحية لهم طلعوا رجال وديما رجال وتحية لهم زاير بابا فرحانين بزاف اخويا بالفوز ديال المغرب وديما مغاربة وكنموتوا على المغرب كيف ما كان الحال وديما مغرب بغيت نقول حنا ديما دايزين فرحانة بزاف خويا فرحانين اليوم ماشي غير فرحانين شي حاجة أكثر وأكثر وأكثر بخصوص ما يتيتير شوف الدموع في عينيك ها؟ ولا نبكي في الفرحة راه عادي غادي نفرح بحال هكا ونبكي وأكثر وأكثر تبارك الله عليك الله يحفظك ليا خويا الله يحفظك ليا لا ما فرحانيش يلا يلا دابا شي كلمه تكون مطرفه زوينه شي كلمه ولا لا وانت ماشي فرحاني حنا فايتي فرحانين ديما ولاده ودابا داك الفرح البرد خلاص الفرح الريسك ونحرقوا من ربحوا النهار ما نعاودوا الريسك ديما ويلرز من الاخر ديما ويلرز ديما ويلرز غادي القطر غادي القطر غادي القطر إذن مشاهدي قناة أشواق هذه كيف ما كتشوفوا معنا يعني أجواء احتفالات يعني هنا في عين دياب في شارع لا كورنيش شوفوا الفرحة ديال بزاف ما فهمناش اش واقع على غفله خويا مرحبا زاهيه اليوم ربحنا مبروك علينا فرحان فرحان باترون باش نعاديكم على الباترون اجوا معايا اجوا معايا باترون باترون ها هو فلوس خويا راجع لكن العالم لا دابا حنا المغاربه مغاربه ديما مغاربين ومغاربه حنا الحمد لله صافا خويا بخير لاباس مبروك المغرب بان الشهرات الحمد لله بخير وتاهلنا وديما رجاء وديما مغرب وعاش الملك عاش الملك ديما وداد توحشنا بزاف 2012 شحال تحسنا هاد الفرحه وديما مغرب وديما ملك وعاش الملك عاش الملك ارى لي اخويا خويا انا بغيت زياش يرجع المدرب يمشي فحالو احسن لاعب عندنا ما تنستافدوش منه حشومه زياش ما يلعبش حشومه زياش حمد الله مزراوي راه حشومه هادشي وقجع الله يرحم لك الوالدين بغيت زياش نموج على زياش انا زياش احسن لاعب في البوز ديالو في العالم الله يرحم الوالدين هادشي بغيت نوصل
ما يسهل عليكم الدراري وتبارك الله عليكم. الواقعة أحسن موقع إخباري هو الزها في عين دياب، هو الزها، وحنا معاكم 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 وديما مغرب وفيفا مروكو. مرحبا زعما مشاهدي قناة أشواق عتيبي، حنا مازال يعني هنا في لاكورنيش كنشوفوا يعني الأجواء ديال الاحتفالات كيف ما كنشوفوا. غنحاولوا نطلعوا ليه الفوق، غنحاولوا نزيدوا نطلعوا الفوق يعني باش نشوفوا الأجواء ديال الاحتفالات. فكل شيء خلينا يعني غنشوفوا يعني التصريح ديال الواحد السيد خليك تا هو خليك معنا. كيف الشعور ديالك اليوم؟ صراحة شعور لا يوصف، يعني تذكرة المونديال بالنسبة للمنتخب المغربي يعني عن جدارة واستحقاق الحمد لله. اللي غنفكروا فيه هو أننا خصنا نوجدوا فريق اللي غادي يكون قوي على جميع الأصعدة، اللي علاش أننا ننافسوا أننا ندوزوا للدور الثاني، لمالا كنهنى الشعب المغربي كامل قاطبة من الجنوب من الشمال إلى الجنوب، كنهنى المغاربة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وديما ديما ديما مغرب، وانتظرونا إن شاء الله في قطر. تبارك الله عليك. دابا مباشرة في قناة أشواق شيخ نانو مباشرة مغرب تحيا مغرب مازال الشيخ نانو يسير علي عدين وراني ميت ميت بالسعادة كي ربحت المغرب قسما بالله وربي شاهد على ما اقول، والمغرب بلادي ثاني نحمق عليها وربي يعطيكم الخير وان شاء الله نكونوا بلد واحد. تحيه للجزائر بيان سير بلادي، والمغرب خاوه خاوه وموتوا عليكم وسيروا على ديالنا. يعني الشيخ نانو شويه كنت كتفرج في المنتخب يعني كنت متحمس وكنت من اول مباراه من الدقيقه الاولى حتى 90 والوقت الاضافي 5-0 وفرحت 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 من قلبي قسما بالله العلي العظيم، وكل خير ان شاء الله. مبروك عليكم ومبروك عليكم ويحيى المغرب. الشيخ نانو سيري على ديالو احي راني ندور. تبارك عليكم يعني مشاهدي قناه اشواق تي، احنا مازال في هذا البث المباشر يعني من شارع لاكورنيش في عين دياب، كما كتشوفوا يعني واحد الاجواء ديال الاحتفال، واحد الاجواء يعني رائعه هنايا، كل شيء محتفل كل شيء فرحان كل شيء خارج. غادي نشوفوا يعني المغاربه كاملين خارجين فرحانين كل شيء فرحان.
كما كتشوفوا يعني مشاهدي قناه اشواق عتيبي، حنا مازال يعني في الاجواء هذه ديال الاحتفال. باي باي زير، باي باي المغرب ديال البلبله، ازعى الساكين، تحيه للدراري ديال عاد.